ما هو تفسير رؤية الضحك في المنام؟ هو في المنام دال على الفرح والسرور إذا لم يكن بقهقهة ولا استلقاء على القفاء، فإن كان كذلك دل على البكاء، وإن كان الضحك من مزاح فإنه يدل على عدم مروءة المازح في اليقظة، وكذلك الضحك من المحاكاة فإنه دليل على الوقوع في المحظور. وقيل من رأى أنه يضحك فإنه يبشر بغلام، ومن رأى ضحكه تبسما فإنه صالح، ومن رأى الأرض تضحك فيكون الخصب في ذلك المكان، وإذا رأيت الميت ضاحكا فهو منعم في الآخرة، والضحك خفة ورعونة خاصة من ذوي الأقدار فإنه يدل على عزلهم. أما ابن شاهين فسر حلم رؤيا الضحك حيث قال: إنه هم وغم، فإن كان بقهقهة كان أزيد، لقوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ومن رأى أنه يضحك مبتسما فإنه بشارة وحصول مراد، لقوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، ومن رأى أنه يضحك متبسما فإنه بشارة بغلام، لقوله تعالى: فضحكت فبشرناها بإسحاق. وإذا حلمت أنك تضحك وتشعر بالابتهاج فإن هذا يعني نجاحا في تعهداتك وأصدقاء لامعين اجتماعيا. ويشير الضحك دون اعتدال على موضوع غريب إلى إحباط وفقدان الانسجام في محيطك، وإذا سمعت ضحك الأطفال السعيد فإن هذا يعني الفرح والصحة لك، وإذا ضحكت على خيبة الآخرين فإن هذا يدل على أنك سوف تؤذي أصدقائك عمدا، وذلك لترضي رغباتك الأنانية الخاصة. أما سماع ضحك الاستهزاء فيدل على مرض وأمور مخيبة الرجاء، والتبسم صالح فإذا خرج إلى القهقهة صار بكاء وحزنا.